يتعلق بمدح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي المغرب اليوم شعبي العزيز، إن التزامنا بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يعادله إلا حرصنا المتواصل على معالجة أولويات المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي. جلالة الملك الله ينصره، هذا الخطاب اللي لقى خطاب في المستوى، هو خطاب شمولي، هو خطاب يرتعي للشعب المغربي وتكلم عن واقع المغربي وأعطى الاطمئنان عن الحمد لله الشعب المغربي بخير نظرا للظروف اللي عاشها، ظروف كوفيت وظروف إلى آخره، فإن الشعب المغربي الحمد لله خرج منتصرا الحمد لله على كل الصعاب. هذا الخطاب كان الحمد لله في المستوى، وشنا جلالة الملك الحمد لله خطابه في المستوى الحمد لله، هذا يطمئن للشعب المغربي الحمد لله عنه بخير وعنه الحمد لله في أحسن ظروف، لله الحمد وإحنا فخورون به ولله الحمد. هذا الخطاب كان في المستوى الحمد لله وكان زين عندنا وكنا منتظرينه، وهذا هو الحمد لله اللي يطلب الشعب المغربي كامل، سواء في الجنوب رعاياه الأوفياء في الجنوب أو في الشمال، في كل شيء كان يرتع كان ينتظر هذا الخطاب اللي الحمد لله مطمئن للشعب المغربي كامل. الخطاب المولوي السامي اليوم تضمن ثلاث نقاط أساسية، أهمها المرأة ومكانتها التي يجب أن تكون عليها في المجتمع المغربي، ثانيا الإشارة إلى التضامن والتلاحم الذي يجمع بين كل المغاربة، وبفضله استطاع المغرب أن يتخطى هذه العوائق التي كان سببها هي الجائحة والظروف الدولية. والنقطة الثالثة من وهي مهمة جيدا أو جدا، هي الإشارة إلى أن المغاربة الشعب المغربي والشعب الجزائري شعب واحد، لا يمكن أن نقبل الإساءة إلى الشعب الجزائري. شكرا. أول شيء زين عندنا وهو خطاب سيدنا اللي بان صحته قدام الباغي والكاره، ونطلبوا له الشفاء وطول العمر، وخطابه عند الرجال كامل زين ومنطقي، ودعاه الأخوت وذا لا هو موضوع الملوك العلوين الله ينصرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعرة خديجة العبيد، حضرنا اليوم للخطاب الملكي السامي. أول شيء الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا لشنا جلالة الملك في صحة جيدة، وهذه هذا شيء مهم بالنسبة لنا وبالنسبة لنا كساكنة الأقاليم الجنوبية. والخطاب كان بالنسبة لنا حنا كنساء كان قبض حيز كبير من مدونة المرأة والاهتمام، ويعطى الأهمية الكبيرة بحقوق المرأة، وهذا شيء مشرف للمرأة ومشرف للنساء، يعني نساء المملكة كلها ونساء الأقاليم الجنوبية بصفة خاصة. نتمنى وإن شاء الله علينا نشوفه كل سنة في صحة جيدة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.